خطر الأفارقة خاصك ولاو كيديروا بزاف المسائل اللي خايبين. قصد بها هو اعتراض سبيل المرة. عرفتي اش داروا ليا؟ ثلاثة هما والله كنا نهضوا عباد الله من القهوة كنت كنا غيقتلوني بالله. الحجر دائما كيجي لنا الشراج منها، ما عندناش الحق نتحركوا على رجلينا، ما عندنا الحق نديروا حتى شي حاجه. Ils ne voulaient pas nous donner un logement sans papier, rien comme ça. Nous, on sait comment on vit ici. On n'a pas de papier, on sait comment on a rentré ici. خارج القانون من المخدرات، وماشي المخدرات العاديين، هذوك المخدرات اللي تيتكونوا من مستخلصات خايبين. Moi, mais si je dis, ne peut pas, n'a qu'à enlever l'immigration. L'immigration, c'est pas comme ça. Voilà, parce que nous, on est trop fatigué ici. حنا ولينا دابا كنخافوا حتى على راسنا وعلى وليداتنا. دابا الا مشيتي تدويتي معاهم تخافي على راسك وقع لك شي مشكل معاهم، لحقاش كيتحاماو. وايماجين تي السكه ديال الترامواي منشورين فيها الشراوط والملايات وعلم الله اش كيوقع بالليل، حنا ملي كنكونوا ناعسين علم الله اش كيوقع. وهذوك الخيام كتمارس فيها الدعاره، بيع الممنوعات بالاشكال ديالها، هذه ماحية، هذا مخدرات، هذا سيليسيون، هذا ما كاين، ما بقاو كيحترموا لا الكبير ولا الصغير. كيجيو حدا الحيوط ديال الساكنه وكيبقاو يديروا شي حركات، ما كيحترموش النساء اللي ساكنين مقابلين معاهم. هاد السيكتور ولا نقطه سوداء، ما كنقدروش حتى الطوموبيل ما تقدريش تبلاصيها في الزنقه. كيحكوا سنانهم ويبزقوا على الطوموبيلات ويخنزوا الدنيا ويطيبوا الروايح ديال الطياب وكل شيء. دونك حنا ولينا عايشين بحال عايشين في كاريان. حنا حي عندنا ولا بحال واحد المخيم ديال اللاجئين. تخيل معايا واحد 600 واحد ولا 700 واحد ناعس هنايا بلا مرافق صحيه بلا حتى شي حاجه. تخيل معايا كيفاش هذا الحي عادي يكون. سي زون با دي بيتي دو نو، ان كانو ليسي، ان كانو ليسي. هما كيزيدوا يتطوروا. راه انا واحد المره بغيت غنهضر معاهم نقول لهم زوج قبا يدوروا فيهم، هما راه كيتحاماو. كينصبوا بعض الخيام على جنبات بعض الحيطان. لا وهذوك الخيام كتمارس فيها الدعاره. يا لبلاد والله يسر سيدنا وصافي. شوف من حالنا باش الله اعلم. والترام سيمتي كنقول لك هنايا خلا الدار شاريها بثمن مشات كتكري وعار. شكرا سيدي. داري ومشي نكري. مع الاسف الشديد ان الوليدات ديالنا كيدوزوا من المدرسه اللي كيخرجوا معاها كيشوفوا داك الشيء. بنادم ما تيحشمش والله يسر سيدنا وصافي. شوف من حالنا. والسادس ولا الرابع ولا العاشر. واحد النهار بغاو يتحموا عليا كاملين، داروا بيا كاملين. جاب الله المغاربه وقفوا مالك ما مالك، كانوا بغاو يتحموا عليا بغاو يسرخوني. حنا ما بقيناش قدرنا على هذا الشيء هذا، حنا ديورنا درناهم في البيع ما بغاوش يجيو الناس يشريوهم حيت ما بقيناش قدرنا نسكنوا هنا. حنا عندنا ولا مرحاض مفتوح. كنعانيو من روائح الكرافي، ما مشيتي فين ما دزتي الرصيف ولا محتل. ما يمكنش انك تدوز من راسي. وهذا طبعا كيأثر على 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 على, 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 على يعني الاخلاقيات ديال ولادنا وعلى سلوكاتهم وعلى غادي يضرهم حتى في نفسيتهم. بون شاسي دي سوليسيون شاك فوا يل فيان نو ديراجي. اون ا ليسي بوكو دي بلاس افون دي فينير ايسي. لي ماتان لا يل دي بلو نو اون شاسي لا اون دو كاشي يل فيان نو فرابي يل فيان نو فرابي شاك ماتان. متضررين من هاد الافارقه حيت هاد الافارقه اللي دخلوا عندنا البلاد حقا حنا مرحبا بهم مادام دخلتهم الدوله ديالنا مرحبا بهم. والله يسر سيدنا وصافي. شوف من حالنا. كيوقعوا المشاكل، كيوقعوا الا خرجتي كيتبسلوا عليك بالليل، ما كيحترموا حتى شي واحد. بطبيعه الحال الدراري في الصنقه يقدروا يخرجوا المدرسه، مابقاش كيجيو ولاد الدراري اللي كيقرا كيعاني من الامراض ديال العينين ديال التنفس ديال اي حاجه. اختي كنعانيو من هاد الافارقه ديال جنوب الصحراء. اختي هنا معاناه يوميه. شتي انت الا كنتي جايه من العمل بنهار ولا بالليل ما تقدري تدوزي من حدا. انا قبيله ديال زمحطاش ولاد زيان حتى كنشوف واحد مول الطاكسي بتي طاكسي معدين عليه ما هاجمين عليه ما غضربك النفس ما جاتش ما عرفنا ما نديرو ليهم. وكيجيبوا هنايا البنات في الليل وشحال من مره هنايا شحال من بوطه هنايا كانوا غادي تفرقع وتشكل خطر على الساكنه وخطر على كل شيء.
وعلينا ويمشيوا في حالهم. هذه وقيحة ما كاينش شي حد على وجه الأرض غادي يرضى يشوف البلاد ديالو ويشوف مدينتو كتهان وكتنتهك الحرمات ديالها بهذا الشكل. لا ما نقدروش نهضروا معاهم تيبداو يعيروا فينا تيشبعوا فينا معيور. هما قباح ماشي ما قباحش قباح هما. حتى المحطة فيها الفساد ومضاربة مع المخزن ما كيدوها في حتى شي واحد. دايرين واحد الفوضى خاصكم تشوفوا تكتشفوا المحطة ديال الولاد زيان. لا لا الاعتداءات الروائح الكريهة الشوم هذه المحيط ديالنا هنا يتوسخ. والله يسر سيدنا وصافي شوف من حالنا. علاش دري صغير كيشدوا يضربوك زي ما كيلعب هنا كره يضربوه؟ علاش دري صغير ما يلعبش حضارهم؟ فهميني استعماريين من الاخر استعماريين هما حكارين كيحكروا علينا. والدينا ما يقدروش يدخلوا للديور حنايا كنتهددوا 3-4 الصباح 5 الصباح الموسيقى والصاخبه والغوات والمضاربات والتعدوا على الدراري الصغار. يوميا كيجيو جوج كيران يوميا كيجيو جوج كيران. جميل جدا. تخيلي انت حنا كان العدد ديال هاد افريقيا كنهيص شويه نهار على نهار كيتزاد داكشي بواحد الطريقه انورم. وكيقضيو حوايجهم حدا ما الله يحسن العوان ما عندهمش فين يديروا داكشي كيقضي حاجته في باب داركم ما عندك ما غدير الصباح كتدور معاه. فكره هائله حقيقه. هذا الشعار عنده ابعاد فيزيونوميه وسيكولوجيه وتجاريه محضه. كتم خارج كتلقاه كيطلب في العشيه كيقضي حاجته في باب الدار. ولو دايرين واحد الخيام تماك زين كيطوال الناس ما بقاش قدر شي حد يهضر معاهم ولا هما واحد سامين. كنطلب من سيدنا الله ينصرو يدير لهم شي حل. انا راه ديك النهار بلاصتي دقيقه طوموبيلتي على برا لقيت السويكلاص طيروها ضربوا بها. ودابا تخيلي واحد كيتجرأ يحيد لك السويكلاص ويضرب بها. ما كنقدروش ندخلوا لديورنا حنا دابا هما حفظونا في وجهنا عاوتاني بالليل عنعاودوا نرجعوا معاهم مسلسل ديال التهديدات المضاربه الحكره راه كيف كنقولوا المحيط ديال المحطه كامل توسخ. دابا مع هاد الوقيته من فوق التسعود وتكتشفوا المحطه خطر واحد القنطره ديال التيسير راه ما تدوزش منها. راه بزاف راه نهار على نهار كيتزادوا هاد الكيران اللي كيجيبوا يخويو هاد الكيران اللي كيجيبوا يخويو هاد الكيران اللي كيجيبوا يخويو. تما راه خصهم حل والله تما راه يبقاو فيك جيتي تشوف زعما يبقاو فيك ناعسين في الزلقه ياكلوا في الزلقه الشع عليهم كلشي عليهم البرد عليهم ما تيعوموا ما تيغسلوا ما والو بحال شكتي بلا قدام عباد الله ما تحترموناش. حنا كنتعرضوا لجميع انواع الممارسات. تهضر مع شي واحد كيبدا يخنزر فيك كيبغي يضربك كاع يضربك شي شنيا يضربك كيبغي يضربه. ما عرفناش ولينا معاهم في خطر وانتم كتوثقوا دابا كتشوفوا حنا دابا كيتهددوا علينا. حشومه المدرسه والله حتى ولينا كندوزوا من الشانطي الشانطي اللي كان ممنوع باش تدوزي منه كندوزوا كنتحاكوا مع الترونسبورات باش تريطوار هما يستعمروه. راه عيب راه عيب راه عيب راه خاص سيدنا شويه يهبط الكازا يشوفها راه كازا توسخات. وسيدنا عاش الملك باش الله اعلم هبط شوف كازا راه كازا توسخات راه الا ما كانش هو اللي كيهبط كيقوم بالبلاد وكيدفع راه ما كاينش اللي كيزيد بنادم ما تيحشمش. لا يعقل نهار على نهار كيتزيدوا حنا عندنا هنايا بحال شاد واحد النقطه ديال التجمع المحطه ديال ولاد زيان نقطه ديال التجمع اي واحد كيجي لهنا للدار البيضاء خاصو يجي للمحطه ولاد زيان. ولاو كيتعرضوا للنساء والشابات الصغار كيبغيو يتحرشوا بهم ما كينعسوش الليل كامل وما كيخليوش الساكنه الليل كامل ما كيخليهمش ينعسوا. كتهضر معاه كيقول لك لا حنا السلطان كيقول لك عاش الملك هو هذا اللي خاصنا بعد ما نديروا. ما عندناش ما تقدرش تهضر معاهم حنا كساكنه كنا كنعانيو اصلا من هاد الناس المتشردين اللي كيجيو من المحطه من مناطق بعيده كنا كنتقبلوهم وكنستحملوهم فاذا بمشكل اخر زاد ديال هاد الافارقه هذا او اصبح الوضع لا يحتمل. حنا كاينين شي وحدين فيهم كيتاجروا في بزاف الحوايج بزاف الممنوعات وحنا عندنا وليداتنا هنايا انا بعدا عندي ثلاثه البنيات وليد والكبيره عندها 11 عام الا بغات تمشي للحانوت كيخصني مشكله نبقى نطلع عليها خصني نراقبها من بعيد. يا هلا بلاد.